إذا صدرنا بلاغ كارت نسيقية وقلنا وزارة التربية الوطنية تناور في ملف حمل الشهادات وفي كل ملفات العالقة. وزارة التربية الوطنية قالت السيد بن موسى للأسف جا وقال ورفع انتظارات والأمل ديال النساء ورجال التعليم. والسيد بن موسى اللي كان يرأس لجنة نموذج التنموي الجديد، والسيد بن موسى طبعا اللي جا في ظل الحكومة قالت جاءت بهدف إصلاح التعليم وتدعي أن الحكومة الاجتماعية وقد تكون ارتفاع يعني زيادات مهمة في الأجور طبعا منها الزيادة ديال 2500 درهم اللي ما شفنا منها والو، ما شفنا سواش ملفات، وقالت جاءت أن همها الوحيد أو الأساسي هو إصلاح التعليم. للأسف تنقتنعوا بأن وزارة التربية الوطنية ما عندهاش إرادة حقيقية، ما عندهاش نية أنها تناور، والاتفاق ديال 14 يناير 2023 اعتبرناه واعتبروا كل فئات الان اللي خرجوا يحتجوا اتفاق تراجعي، اتفاق تراجعي على الاتفاق السابق، داكشي اللي عطاته الوزاره وطبعا اللي وقعوا عليه النقابات كان تتعطى قبل وكان تترفض. واللي خصنا نتسائلوا ما الذي جعل كل جهه ان تهرول لتوقيع هذا الاتفاق رغم انه يبقى اتفاقا تراجعيا. حنا رفضناه وردينا عليه طبعا بالمعركه او المحطه النضاليه على الخطوط النسيقيه يوم 9/10 فبراير المقبل. وتنقول وزاره التربيه الوطنيه حنا تنحتجوا منذ 2016 وتنحتجوا طبعا باشكال نضاليه احتجاجيه سلميه حضاريه مسؤوله في شوارع الرباط، وخذنا اشكال نضاليه قويه طبعا اشكال نضاليه نوعيه اللي العالم تكلم عليها وكاع يعني المغاربه شي يعرفوها، وطبعا اللي الصيد ديالها تجاوز الحدود المغربيه. تنقولوا كذلك نحن اليوم مستعدون للعوده للاحتجاج من جديد. حنا تسنينا سنه لابداء ما غاديش نقول حسنيه، لاعطاء فرصه لتسويه ملف حامل الشهادات، لانه ما يمكنش توقع اتفاق اللي اعتبرنا كما قلت اتفاق هزيل. ومع ذلك قلنا ودي نقبلوا به، علاش؟ لانه عارف للاسف الشديد المقاومه الاجتماعيه اليوم في المغرب ضعيفه. للاسف الشديد النقابات التعليميه ما مصطفاش الى جانب النساء ورجال التعليم. النقابات التعليميه ما تتقومش بالدور اللي خاص تقوم به الى جانب النساء ورجال التعليم في الدفاع على الحقوق يعني والحقوق المهضومه ديال النساء ورجال التعليم. في ظل هالظروف التنسيقيه تاكل العصا، تتم اقتطاع لهم، تتشردوا في الرباط بوحدهم وما تتصل بهم ولا احد. في الاشكال النضاليه الاساتذه ديالنا تيتم الاعتقال ديالهم رغم ان هاد الاساتذه اعضاء في نقابات وما تيسولوش بهم ولو بهاتف واحد. الاساتذه ديالنا تيقضيو 48 ساعه في الحراسه النظريه وهم مسؤولين في النقابات التعليميه، والنقابات ديالهم ما تتصلش بنا او ما تتصلش بهم او ما تتقومش بتكليف محامي يجي يدافع عليهم. يعني ما عرفناش واش هما باغيين هاد الشيء يوقع، واش باغيين ناكل العصا، واش باغيين يسافطوا للسجون، واش هذه اسئله تطرح. ما يمكنش اليوم نزيدو نصبرو، صبرنا لمدة من 2016 كما تنقولوا بلغ السيل الزوبة كافة. اليوم كان ما كاينش منطقة رمادية، إما تكون مع نساء ورجال التعليم وتنزل الميدان وتعبر على موقفك وتقول كافة يجب تسوية الملف العادلة اليوم قبل الغد أو أن تكون إلى جانب وإلى صف الوزارة. ما كاينش منطقة رمادية، ما يمكنش تكون حاط رجل هنا ورجل هنا، رجل مع كذا ورجل مع كذا. اليوم اللي تاكل العصا وتتم الاقتطاع عليه وتياكل يذوق مختلف أنواع العذاب داخل قطاع التربية الوطنية هما التنسيقيات، وأنتم تتشوفوا اليوم شكون اللي خارج الشارع؟ فقط التنسيقيات، حامل الشهادات، المكلفين خارج المقصيين، الذين فرض عليهم التعاقد، كل شيء إلا فقط التنسيقيات. وأين هي النقابات اللي المفروض خاص تكون في طالعة النضال اليوم؟ أنا ماشي هذا عتاب، هذا نقد بناء، هذا ماشي هجوم وما تنسبوش وما تنعايروش، هذا نقد بناء واقع. اليوم التنسيقيات والاساتذه تفرض عليهم يحتجوا وتيذوقوا مختلف انواع التعذيب، واللي المفروض يقودوا الطليعه النضال اليوم في المغرب للاسف الشديد تيتفرجوا فينا. لذلك تنقولوا كفى من هذه الاساليب، ما كاينش منطقه رماديه، اما تكون مع الاساتذه او تحمل المسؤوليه ديالك وتكون الى جانب الوزاره، وهذا الشيء للاسف اللي شفناه اليوم. لذلك اليوم حنا غنخوضوا معركه نضاليه يوم 9/10 وغتكون اشكال نضاليه اخرى. وكما احتجينا منذ 2016 نحن مستعدون وعازمون على خوض اشكال نضاليه اخرى الى حين استرجع حقنا. وطبعا تنقول ملفنا عادل ومشروع اللي هو تسميه ملف حامل الشهادات لجميع التخصصات ولجميع يعني الاساتذه منذ 2016 باثار اداري رجعي ومالي منذ 2016. علاش؟ لان الترقيه وتغليظ الاطار كانت مقفوله الى حدود 2015. اللي خاص يعرفوا الناس
حنا ما تنطالبوش بشي حاجه جديده ما كانش. الترقيه وتخلي الاطار كانت معمول بها داخل قطاع التربيه الوطنيه، لكن لماذا تم توقيفها في ديسمبر 2015؟ تم توقيفها في ظروف غامضه. لذلك اليوم تنقولوا ما يمكنش نقبلوا توقف الترقيه وتخلي الاطار داخل قطاع التربيه الوطنيه في 2015، وتنطالبوا ولهذا حنا تنحتجوا منذ 2016 لكي تشمل الافواج اللي جات من بعد 2016 الى يومنا هذا، ونناضل ونحتج لكي يستمر هذا الحق طبعا للافواج السابقه. حنا ماشي انانيين تطلبوا الترقيه ديال الاطار غير لينا، تنطالبوا باش يبقى داخل قطاع التربيه الوطنيه، لان اصلاح التعليم يبدا وينطلق من بالحفاظ على الحقوق المكتسبه داخل قطاع التربيه الوطنيه لنساء ورجال التعليم، لان ضرب التعليم يبدا بضرب الاستاذ. الا كان ذاك الاستاذ تيتعرض لمختلف انواع القمع والتنكيل والاقتطاع والاجاز على مكتسباته، ما تقولش لي غادي تنزل اي اصلاح، لان اللي غادي ينزل هذاك الاصلاح ولا ينزل اي خطه ولا ينزل اي خارطه الطريق اللي يدخلها للقسم هو الاستاذ وليس بن موسى. ممكن يدير بن موسى مختلف انواع عن الخطط داخل يعني هنا في الرباط، وهادشي اللي جعل ان الوصفات او الخطط السابقه ما تدخلش القسم، لان الاساتذه ما نخارطوش فيها وما نخارطوش فيها، لان الاساتذه في المغرب تيتعرضوا للقمع وتيتعرضوا للعصا وتيتعرضوا للضرب في جيوبهم من مالهم خاص يوميا. ما يمكنش واحد الاستاذ تتقشط عليه وتضربه في الرباط وتتجرحه بتصريحات وتتعرضوا لمختلف انواع يعني التنكيل وكذا، ينخرط معك في الاصلاح لانه هو متدمر نفسيا، مجروح نفسيا، تيدخل القسم ما يمكنش يعطي، تيولي تيقوم بعمله وينسحب وشي يقول الله يخرج هذا السيرفيس هذا على خير. وما يمكنش الاصلاح يكون اذا كان بالاساتذه اللي تيشتغلوا وتيقول الله يدوز هاد الحصه هذه على خير ونشوف الحصه المقبله كيفاش غادي تكون، لان الاساتذه اليوم تيطالبوا كما ذكرت بالصون والحفظ ديال الكرامه ديال الاساتذه، وحفظ الكرامه تبدا طبعا بالحفاظ وصيانه المكتسبات التاريخيه داخل القطاع التربيه الوطنيه، وطبعا منها الملف او المكسب ديال الترقيه وتشغيل الاطار. لذلك حنا تنحتجوا منذ 2016 وغنستمروا في الاحتجاج الى حين تسويه ملفنا تسويه عادله وشامله باثار رجعي اداري ومالي منذ 2016. استسمح